النهار طلع يا دكتور. حاضر انا مالي. حاضر. والتليفون كالعاده؟ ماشي يا دكتور. حاضر. كنت طفل عادي جدا، مولود طبيعي. بدأ المرض انه يظهر وانا عندي 4 سنين. كنت بمشي عادي، وبعدين بدأت ان امشي على صابع رجلي من قدام، وبدأت ان اقع كتير. اهلي كشفوا عليا كتير وبعتوا فاكسات لمحافظات كتيرة، قالوا مفيش علاج. وبدأت ان انا اعيش بقى حياتي بصورة تانية. اللي انا الاول قعدت على كرسي وانا في تانية ابتدائي الترم التاني، كانت حالتي طبيعية جدا وانا قاعد. بعد كده الحالة بدأت انها تتطور اكتر، اللي انا رجلي ما عادش بتنفرد، وكعب رجلي بقى معوج. كنت الاول كنت بروح المدرسه عادي، وبعدين قعدت بدات ان اروح على الامتحانات. بدات ان اروح في الميعاد عندنا في المحل عندنا قريبه مني. وبعدين فتره الاعداديه الحاله زادت اكتر، بدات ان انا مش عارف ارفع ايدي لفوق. وبعد ما سبت الدراسه الحاله زادت اكتر، ان انا مش عارف افتح صابع قوي، ايدي اليمين مقفوله شويه وايدي الشمال قربت انها تتقفل. المرض هو قالوا ضمور العضلات ناقص، وبالانجليزي قالوا عليه اسمه دوشيني دوشين. فالحمد لله هو دلوقتي تابعنا في كذا، وبعتنا سداء بره مصر، سداء كتير بالنسبه للمرض. قال لك لغايه دلوقتي هو لسه ما وصلوش لعلاج. حتى كانت وزاره الصحه من فتره قالوا كل منطقه في مستشفيات معينه تبع المحافظات نروح فيها، رحنا وسجلنا اسمه وادونا معاه بعد سنتين. بس عرفنا الموضوع دوت يعني لسن معين، ومش اللي هو يشفي المرض، هو يثبت المرض ما يخلوش ينتشر في الجسم. يعني يثبته مثلا ايد انحنت على كده توصل لكده، ما توصلش لايه؟ لان هو يعني اللي انا فهمته من كذا دكتور قالوا اللي هو بيرجع لوضع الجنين بس بصفه مش مستمره على ببطء. عرفت ان عندي موهبه الرسم بالصدفه بصراحه. انا ما بدات اقعد من الدراسه في 2016 كنت دخلت في حاله اكتئاب وزعل كبير، بس بعد كده ربنا اداني الرسم حاجه ان هي تفرحني وتبسطني. اول حاجه في 2016 يعتبر كان رسمي ضعيف جدا، لان انا كنت بدات يعني ادخل في الرسم، كان رسمي مش حلو جدا، كان كله اخطاء ومش حلو. بعد كده في 2020 رجعت بعد سنه مبطل، كان برضك مستواي ما كانش حلو، بس بدات ان ارسم كاركتير واشخاص، يعني بدا مستوى 2020 يتحسن شويه. اما بدات 2021 الموضوع بقى احسن بكتير، يعني ايدي بقت احسن، رسمت انواع احسن بكتير من 2020 كانواع، و اسلوبي اتحسن، فهمت حاجات احسن، انكتب عني كذا مقال. ب 2022 بدات ان انا ارسم. كان الموضوع صعب شويه عشان الشتاء عندي صعب في الرسم، انا صعب امسك القلم قوي. بعد ما الشتاء خلص بدات ان انا ارجع لتطوير اكتر، بدات ان انا ارسم واتحسن. هو وصل كان طالع من الاول بصراحه ربنا في الاعداديه ودخل ثانويه عامه، وهو كان طبعا المره بدا ايده تنكمش اكتر، وطبعا الذاكره مش هتتحمل، لان هو النظام كان تعليم سراج زي الهارد بتاع الكمبيوتر كده، بيشحن كله في الكمبيوتر راح يفرغه مره واحده في الكراسه. فهم قالوا طبيا عشان ما تبقاش مجهود على الايه؟ على الذاكره، استكفت كده. فطبعا كان بالنسبه له كان الاول كان زعلان، لكن هو عارف دي الاول يعني ايه، شويه نرفزه، ايه شويه يضحك مع اخته وشويه يضحك مع والدته، لغايه ما جت موضوع الرسم ده الحمد لله ربنا يعني خلت دنيته كلها دلوقتي هي الرسم، كل حياته بيفكر في الرسم. الفكره اللي بتساعدني اكتر انا اختيار الصوره، انا بشوف الصوره تبقى واضحه وبسيطه عليا. الرسمه دي عباره عن مركب، انا جبتها من على النت عجبتني شكلها، قلت انا اجربها. هي كانت صعبه شويه بس انا حاولت ان انا ارسمها. هي الافكار يعني بتيجي والله بالصدف، ان انا لما باجي اقلب على النت صور كتير، في صور بتعجبني او بتشدني المنظر اللي انا اجربها. اللي كان بيدعمني في موضوع الرسم اول حاجه اهلي طبعا، هما كانوا بيساعدوني اكتر، وبعد كده صحابي والفنانين اللي عندي على الفيسبوك، اللي انا ببعت لهم يحاولوا يساعدوني بحاجات بسيطه. هو انا سايب له حركه بس، احط له ايده على الكراسه والقلم اللي هو عايزه، ربع ساعه بقى كده مثلا لما بنمنا من كوبايتين شاي انا وهو، اساله بق شاي يقول اديني القلم دوت، اديني الودانه، بيعمل الودانه اللي هي بيظلل بيها ديت، القلم اللي بيداك يعني اللي بيشاور لي عليه بجيبه له. يعني في السنتين اللي فاتت دولت انا كنت برسم كله رصاص، بس الفترة دي بدأت ان انا ادخل في الفحم، رسمت 3 رسومات في الفحم، وان شاء الله هحاول ان انا اكمل فيه اكتر. المراحل اللي برسم فيها الرسمة، اول حاجة الاوت لاين ده عبارة عن الخطوط الاولية للرسمة او يعني كشكل مبدئي، وبعد كده التظليل، التظليل ده مهم جدا في الرسم. وبعد كده اما بلاقي الرسمة
يعني الغوامق بانت والشكل بان كده على طول كده بكون خلصت. الشخصيات اللي انا برسمها مش كلها بعرفها يعني كشخصيات، في ممثلين عملتهم بس كانواع تانية مش ما كنتش عارفها، يعني زي التماثيل الانواع ما بكونش عارف اساميهم ايه بالظبط. الممثلين اللي ردوا فعل كان من 2020 رسمت رسامين كبار زي شيكو واحمد حلمي ومحمد عبد الرحمن، عملوا لي برضو رد على الستوري كنت عاملها. التعليقات بتاعتهم انهم والله شايفين ان مستواي بيتحسن جدا، وعلى طول يقولوا لي انت بتتطور وبتتحسن، وخصوصا الكلمه اللي بتعجبني جدا كلمه فخور بيك، دي اللي بتخليني اكمل اكتر او تشجع اكتر ان اكمل. وسراج بالنسبه لي مش مريض، بالنسبه لي سراج البيت ضلمه فيه في الساعه اللي نايمه، يعني الساعه اللي بينام سراج البيت ضلمه فيه، تحس ان البيت عباره عن حيطان بس، سراج صاحي تحس البيت كله في فرح حتى لو ما اتكلمش. بس انا طبعا من عادتي انا باجي من شغلي إيه انت يعني شفت الاوتو فار، انا هو عامل زي اوتو فار لازم يشكل صباعه طول النهار، حتى ما بننزل الشارع تحت ومشي في الكرسي لو قلت لك المحله كلها لازم تعرف ان محمد ابو سراج وسراج في الشارع، تلاقينا زي اللي بن يعني إيه قابل الاستاذ ده اخبط فيه اهرج مع ده، لازم نعمل مهرجان ان حاسس الدنيا كلها لسراج في الشارع. اتمنى من وزاره الثقافه ان هي تساعدني في تنميه مهمتي اكتر، او مثلا اتمنى ان انا اعمل معرض في المستقبل ان شاء الله، واتمنى اوصل لمستوى اكبر من كده.